أقف وقفات مختصرة جدا مع بعض آيات الرزق، وليس مع الكل، وإنما مع بعض آيات الرزق لنعرف كمال غنى ربنا عز وجل. فالغنى المطلق من لوازم ذاته جل وعلا، ونعرف شدة حاجتنا وفقرنا إلى الله، فالفقر من لوازم ذواتنا نحن المخلوقين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله جل وعلا قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. نعم، المخلوقات أمم أمثالنا، أصناف وأشكال. الذباب أمة، النحل أمة، العقارب أمة، الطيور أمة، كل لها شأنها كأمثالنا نحن. يفقه بعضهم بعضا، يسعون إلى ما فيه مصالحهم ويتوقون ما فيه هلاكهم. إلا أمم أمثالهم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مثبت في اللوح المحفوظ. ثم إلى ربهم يحشرون، حتى هذه الحشرات والطيور تحشر حتى يقتص لهذا المظلوم من هذه الدواب من الظالم، حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء كما ورد بذلك الحديث.